تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب مستمعين الأعزاء بالفريق العمل معاي اليوم في الإعداد الأستاذ نور نزال، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا من خلال هذا البرنامج نستقبل اتصالاتكم وآراءكم وملاحظاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل أن نأخذ مستمعينا الأعزاء فقرة التوعية، بناخذ معاكم هذا الخبر من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. كشف العامل المسبب لزيادة خطر الوفاة بالسرطان. اكتشف علماء جامعة تكساس الأمريكية أن نمط قلة الحركة يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 82%. ويفيد أيضا الميديكال إكسبرس بأن الباحثين تابعوا خلال 5 سنوات مستوى النشاط البدني لأكثر من 8000 شخص أعمارهم فوق 45 سنة، لم يكن أي منهم مصابا بالسرطان في بداية الدراسة التي استمرت خلال أعوام 2009 و2013. توفي منهم 282 شخص بسبب السرطان. واتضح أيضا للباحثين أن خطر الوفاة بسبب السرطان ازداد لدى الأشخاص الذين يعد مستوى نشاطهم البدني منخفض جدا بنسبة 82% مقارنة بمن نشاطهم مرتفع. وتقول الدكتورة سوزان غالكريست المشرفة على البحث أن هذه أول دراسة تؤكد على وجود علاقة مباشرة بين الخمول والوفاة بسبب السرطان. وأيضا تضيف الدكتورة كلما كان الإنسان أقل حركة قبل ظهور الأورام الخبيثة ازداد خطر وفاته. واتضح أيضا للباحثين أنه إذا مارس الشخص مدة 30 دقيقة فقط يوميا التمارين الرياضية مثل ركوب الدراجة الهوائية بدلا من الجلوس، فإن خطر الوفاة بسبب السرطان ينخفض بنسبة 31%. وإن التمارين الخفيفة مثل المشي أيضا يخفض هذا الخطر بنسبة 8% فقط. وتضيف أيضا غالكريست أنه تنصح المرضى بأن يعتقدوا بإمكانية الوقوف 5 دقائق كل ساعة أثناء العمل أو استخدام السلالم للصعود بدلا من المصعد. وبالطبع هذا قليل، ولكن هذه الدراسة تشير إلى أنه حتى التمارين البدنية الخفيفة تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة للمصابين بالسرطان. ومع اختلاف أنواع العملية التصنيعية للعصائر والقيمة الغذائية مع اختصاصية التغذية، في هيئة الصحة بدبي الأستاذ عفرة، صباح الخير. صباح الصحة والأمل والنشاط لمستمعينا اليوم. يا صباح السعادة يا أستاذ عفرة، ونسمع معاك أكثر عن اختلاف أنواع العملية التصنيعية للعصائر والقيمة الغذائية. نعم طبعا، يبدأ اختيار العصير خلال عملية التسوق، هاي أول خطوة احنا نسويها، وهي تعتمد على مدى المعلومات التي يعرفها المستهلك عن المنتجات العصائر خلال عملية التسوق، مع العلم أن ليس كل عصير ينتج من فاكهة 100%، هذا إحنا عارفينها قبل ما ندخل عملية التسوق. صحيح. لذا حماية للمستهلك، فإنه كل شركة مصنعة لعصير ملزمة بالإفصاح عن البطاقة الغذائية له وما تحتويه من مكونات.
منها، وما يكتب عليك عصير، يكتبون عليك عصير أو نكتار أو غيره، شراب، مشروبات، على حسب هاي تكتب على البطاقة الغذائية. صحيح. وليس شرط أن تكون من منتجات مختلفة النسبة هاي أو المسميات هاي، فقد تكون من نفس المنتج ومن نفس الشركة. يعني مثلا مروا من عمم على براند واحد أو شركة واحدة، نقول والله هاي عصائرها كلها 100% عصائر طبيعية. صحيح. لأن نفس الشركة عندها خطوط تصنيع مختلفة، فنسبة العصير الطبيعي الموجود في منتجاتها تختلف، وما نقدر نعمها شيء إلا من خلال البطاقة الغذائية. ولتوضيح الفروقات والفوائد بشكل سهل يعني ما بين أنواع العصائر، نقول أن العصير الطبيعي هو كل معصور من الفاكهة والخضروات وبدون إضافة ملونات ولا سكر، وقد تضاف إليه منكهات طبيعية خالية من السكر، وكذلك يضاف إليه فيتامين سي كمادة حافظة. وهذا الأشياء اللي تصير عند الناس ساعات يلخبطوا ويقولون هي غني بفيتامين سي، لا، فيتامين سي في العمليات تصنيع خصوصا العصائر تضاف فيتامين سي كمادة حافظة طبيعية، لأن فترة الصلاحية في العصائر الطبيعية تكون بسيطة، فيضيفوا لها فيتامين سي كحب. صحيح. وتكون نسبة العصير الطبيعي الموجود في علبة العصير الطبيعي 80% وما فوق، وهو اختيار ممتاز للصحة. يعني اللي أنا بختار طبيعي فهذا أفضل شيء. أما النوع اللي مكتوب عليه نكتار، يعني محتوى العلبة من العصير الطبيعي فقط 60% مش أكثر، والباقي يضيفوا له ماء وسكر بالإضافة للمواد الحافظة والمنكهات. نعم. يعني هني معنات أن القيمة الغذائية عندي في هذا المنتج أقل، وهو اختيار نصف سيء، يعني مش سيء بس في كمية أو نسبة معقولة من العصير الطبيعي. نعم. أما الشراب أو اللي يسمونه مشروب أو الشراب، فهو اختيار سيء لعدم احتواء المغذيات اللي يحتوي على كمية كبيرة من الماء والسكر، واحتواء من العصير الطبيعي فقط 10%، يعني يحطون نسبة بسيطة كمنكه. ساعات ما يحطون 10% العصير، لا، يحطون مسحوق من منكهات صناعية وملونات ومواد حافظة. يعني سيء في سيء. نعم. فهذه صحيح. الفروقات لما احنا نصير نقرأ طبيعي او هذا نكتار او هذا شراب، هاي الفروقات ما بينهم العمليات التصنيعية. طبعا احنا كأخصائيين تغذية نصائحنا لهم نوصي الناس بتناول الفاكهة كحبة، وذلك لأخذ كل القيمة الغذائية الموجودة من الفيتامينات والمعادن والألياف اللي هي تفتقدها العصائر. صحيح. احنا نفضل ناخذ الفاكهة نفسها ونتجنب الخسائر في العمليات التصنيعية على هذه المغذيات اللي هي المعادن والألياف، تخسر في عمليات تصنيعية نتعرض للحرارة والفلترة وإضافات وما إلى ذلك. فأنا أتجنب كل هذا بإني أنا أخذ القيمة الغذائية من الثمرة الأم. كذلك التمتع بلذة وجمال والرائحة الحقيقية للفاكهة الأم. يعني أنا لما أخذ فاكهة تفاحة أو أخذ مانجو أو أخذ كذا، فأنا بكل مزايا الموجودة فيها أتمتع فيها، يعني هاي فاكهة الأم. صحيح. مش إن عصير وأنا أتشكك شو حاطين فيه أو ما إلى ذلك. صحيح. كذلك إحنا نقول كأخصائي نقول الثقافة الغذائية تبدأ من الصغر. يعني أنا يوم بعلم ولدي على أنواع العصائر فأنا أبدأ من الصغر وتطبيقها على الكبار أمام الصغار، سعيا في الإيمان بمصداقية المعلومة الحقيقية المقدمة للطفل. يعني أنا ما بشرب شراب وبقول حق ولدي لا خذ العصير هذا مفيد لك. نعم. أنا أطبق وبعدين ولدي تشوفني أنا كيف أنا أطبق على حسب المعلومة اللي أعطيتها إياه، مع التطبيق الطفل راح يتبناها ويطبقها هو، وبالتالي تكون في مصداقية في عملية نقل الحقائق العلمية أو الثقافة الغذائية. صحيح. وأيضا يعني أستاذة عفرة، يعني هناك في بعض المرضى وبالأخص يعني اللي عندهم الأمراض المزمنة مثل السكر، واللي عندهم أمراض مثل غسيل الكلى ولا الضغط، أيضا هذيل مهم بالنسبة لهم مثل ما أنت تفضلتي، يعني التعرف على يعني محتوى العصير أو محتوى المعلبات. يعني أنا عارف أنكم أنتم دائما دوركم يعني كإدارة
وزارات يعني التثقيف التغذوي دائما تنصحون المتعاملين ب يعني الاستفادة أو قراءة البطاقة مثل ما ذكرت البطاقة الغذائية، لأن البطاقة الغذائية يعتمد على نوع الحالة. بالضبط صحيح. يعني يعتمد على نوع الحالة، لأن الشخص اللي عنده مثلا السكر لابد أنه يعرف يعني شو مكتوب على البطاقة هاي الغذائية، كم نسبة السكر اللي موجود، كم نسبة الأمور الثانية اللي موجودة، على أساس أنه أيضا يعني يوم ياخذ المشروب هذا ما يتأثر أو ما يرتفع أو ما ينزل عنده السكر. فهذا جانب يعني مهم جدا. صحيح أخوي، وخصوصا عندنا فئة الأطفال اللي هم يتحسسون من المواد الحافظة والمواد المضافة والمحسنة. نعم. فأنت تتجنب شر هذا كله بأنك أما تعملهم عصير طبيعي في البيت أو تعطيهم الفاكهة بشكل أسهل، وأنك تعطيهم كل الفوائد اللي موجودة فيها. أنا ما أتطرق أن أوصل المريض عندي أو الشخص اللي يتحسس من شيء معين إلى مضاعفات هالشيء، مضاعفات بسبب منتج أو كذا أنا ما أعرف أصلا شو فيه، أو البطاقة الغذائية مش واضحة، ساعات تكون بطاقة غذائية مش واضحة للشخص. نعم. أستاذة عفرة شكرا لك، أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لمعلوماتك القيمة. وأيضا نحن ننصح مستمعينا الأعزاء بدائما يعني الاهتمام بهذا الجانب، التعرف على يعني المنتجات الغذائية وما يحتوي في داخل هذا المنتج، بالتعرف على البطاقة الغذائية. مستمعينا الأعزاء بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل عندنا حديث عن الإجراءات الوقائية عند السفر مع الأستاذة أمينة مال الله غانم، أخصائي تثقيف صحي في قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء خلكم معنا وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا من خلال هذا البرنامج نستقبل آرائكم واتصالاتكم على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعينا الأعزاء للحديث عن الإجراءات الوقائية عند السفر مع الأستاذة أمينة مال الله غانم، أخصائي تثقيف صحي في قسم التثقيف والتعزيز الصحي بهيئة الصحة بدبي. الأستاذة أمينة صباح الخير. صباح الخير أخوي، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكرام كلهم. الله يحييك. طبعا أستاذ أمينة يعني مع السماح للسفر وبدء يعني بعض الإجراءات ولبعض الفئات، حابين الحقيقة نعرف منك ما هي الإجراءات التي يجب على المسافر القيام بها قبل السفر؟ نعم طبعا المسؤولية تكون على المسافر بشكل وايد كبير في الدرجة الأولى، فعلى المسافر قبل السفر البدء أو قبل إجراءات السفر عموما الاطلاع على يفضل الاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أخذ المعلومة من المصادر الرسمية مثل هيئة الصحة بدبي أو وزارة الصحة وأوقات المجتمع. وطبعا لا ننسى أهمية التسجيل في خدمة تواجدي. نعم. كذلك من الأشياء اللي قبل السفر على المسافر الاهتمام بها اللي هو الإبلاغ عن أي أعراض قبل السفر من خلال تعبئة نموذج يسمونه نموذج الإفصاح الصحي اللي يقدمونه شركات الطيران، للتأكد طبعا من خلو المسافر من أي أعراض لكوفيد 19. ومن المهم طبعا تحميل تطبيق كوفيد 19 دي إكس بي وتسجيل البيانات في هذا التطبيق. نعم أستاذ أمينة، يعني يوم نحن نقول بأن يعني النصائح يعني حول حماية أنفسنا عن السفر، ما هي هاي النصائح؟ طبعا ضمان سلامة المطارات والطائرات وخلوها من جراثيم الفيروسات من مسؤولية المطارات وشركات الطيران، لكن هذا لا يخلي مسؤولية المسافر نفسه في الحفاظ على صحته وصحة الآخرين أيضا. لذلك على المسافر طبعا الاهتمام بالحضور قبل مواعيد الإقلاع في على الأقل بساعتين عند الدخول إلى المطار، يتم قياس درجة الحرارة من الجهات المعنية، لكن من ثم طوال وجود المسافر في المطارات في صالات المطارات، طوال فترة وجود المسافر في الطيارة
من المهم أن عملية تعقيم اليدين باستمرار. النصيحة الأبرز لجميع الناس إن سواء كانوا مسافرين أو غير ذلك، الاهتمام باستمرارية تعقيم اليدين اللي تحميهم من العديد من الجراثيم والفيروسات. صحيح. فمثل ما نعرف أن غسل اليدين بالماء والصابون إجراء وقائي مهم جدا. أهمية طبعا تجنب لمس الأنف العينين قدر الأمكان. طبعا الحرص على ارتداء الكمامات والقفازات طوال فترة التواجد في المطار وطوال فترة سير الرحلة وأثناء النزول من الطيارة. من الأشياء اللي مهم جدا تجنب التزاحم أو الاصطفاف المتقارب، مثل ما نقول سواء عند مقدمي الخدمات أو في مرحلة الصعود إلى الطيارة أو في داخل الحافلات أو حتى عند منطقة استلام الأمتعة. طبعا الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين مطلوبة ومهمة جدا في جميع مراحل السفر، والالتزام طبعا على الوقوف على الملصقات الإرشادية اللي بتكون موجودة في المطارات. نعم. فهذه أهم النقاط أو النصائح اللي يجب الحرص والالتزام بها. صحيح. أيضا أستاذ أمين، هناك يعني أكيد في إجراءات يعني لابد أن الشخص يعني يتبعها ويهتم فيها داخل المطار نفسه، فما هي الإجراءات التي يعني يجب على المسافر مثلا القيام بها في المطار والطيارة؟ طبعا مثل ما قلت لك، المطار والطيارة من مسؤولية الجهات المعنية في المطارات كحفاظ على التعقيم والسلامة، لكن مسؤولية الشخص نفسه عدم التزاحم والحفاظ على المسافة الآمنة والاهتمام بلبس الكمام وتعقيم اليدين عند الكونترات او عند مقدمي الخدمات، الالتزام بالوقوف على الملصقات الارشاديه واللي تحدد المسافه الامنه، مثل ما نقول عدم عند مرحله اخذ الامتعه عدم التزاحم والحفاظ على المسافه الامنه ايضا، والحفاظ على تعقيم اليدين عند استخدام استلال او عند ارجاعها واخذ الامتعه. نعم. أيضا أستاذة أمينة، يعني شو تنصحين يعني بموضوع الإجراءات التي يجب على المسافر يعني القيام بها عند الوصول إلى الواجهة يعني أو الوجهة اللي هو بيوصل، ما هي النصائح اللي أيضا يعني يجب أن تؤخذ بالاعتبار؟ صحيح. نرجع نذكر أن أفضل طريقة أن الإنسان يحمي نفسه من فيروس كوفيد 19 أو من أي مشكلة صحية هي تجنب التعرض لأسباب المرض. فأهم نقطة طبعا هني وأولها اللي هو التقيد بالإجراءات المحددة في بلد القدوم أو في وجهة السفر، فمن المهم أن الشخص يطلع على هاي الإجراءات ويهتم أو يحرص بالأخذ بها. الحرص أيضا على التقيد بجميع الاشتراطات والتدابير الوقائية اللي إجمالا نتكلم عنها في هذه الأثناء للوقاية من كوفيد 19، اللي هي الاحتفاظ بالمسافة الآمنة، تجنب الزحام والتجمعات الجماهيرية الكبيرة أو الأماكن المزدحمة، الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون مدة لا تقل عن 20 ثانية على الأقل، الحرص على ارتداء الكمامة قبل مغادرة المنزل أو مكان المعيشة. طبعا نحن نشجع استخدام الدفع الإلكتروني والتقليل من استخدام الأوراق النقدية كثر ما يكون نقدر، فنحافظ على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. المراقبة الذاتية لأعراض كوفيد 19 مهمة جدا، فعلى المسافر أن يهتم بمراقبة درجة الحرارة أو شعوره بأي سعال أو أي شيء يخص النفس، فمن المهم مراقبة أعراض المرض. طبعا في حالة إصابة الشخص أثناء تواجده خارج البلاد بكوفيد 19 مهم جدا إخبار سفارات الدولة في حالة الإصابة. صحيح. أيضا احنا دائما أستاذة آمنة ننصح يعني الجميع بالتثقيف يعني في هذا الجانب، هناك كثير من الإرشادات، هناك كثير من السياسات والإجراءات بخصوص هذا الموضوع، لو أيضا تذكرين مستمعينا الأعزاء عن أهمية الالتزام بجميع هاي التدابير الوقائية. الالتزام بالتدابير الوقائية نقطة مهمة في وقاية الشخص نفسه وحمايته من الإصابة بالمرض، كما أن التقيد بالإشراءات والاشتراطات الموضوعة سواء من حكومة الإمارات أو من البلدان الأخرى اللي ينوي الشخص السفر إليها، والالتزام بالإجراءات الوقائية بعد الرجوع من السفر جميعها تضمن رحلة آمنة وسعيدة. وبعد العودة من السفر طبعا من المهم أن نتخذ هاي الإجراءات اللي هي يتم اتخاذها في المطارات، سواء فحص الكوفيد أو من مثل ما نقول فحص البي سي آر عند القدوم إلى المطار، أو للتأكد من خلو الشخص من أعراض المرض،
نرجع نأكد على أهمية تحميل تطبيق كوفيد 19 دي اكس بي وتسجيل البيانات فيها. طبعا بعد العودة من السفر مهم بعد التقيد بالالتزام بالغوقاء في المنزل لحين ظهور نتيجة الفحص اللي سوف يعمل في المطار، وإلزامية طبعا التقيد بالحجر للحالات الإيجابية لمدة 14 يوم. التقيد بجميع هاي الاشتراطات والتدابير الوقائية المطبقة في الإمارة طبعا إجمالا في الإمارات بشكل عام، من لبس الكمام والتباعد الجسدي لمسافة مترين وغسل اليدين بانتظام، كل هالإجراءات الاحترازية اللي مثل ما قلنا تحقق رحلة سعيدة. الهدف من الرحلة والاستمتاع بالوقت سواء أثناء السفر أو بعد العودة إلى البلاد. نعم أستاذ أمينة، يعني كلمة أخيرة الحقيقة تحبين توجهينها لمستمعينا الأعزاء عن يعني ملخص الحديث عن أهمية الإجراءات والتقيد بهاي الأمور أثناء السفر وبعد الرجوع من السفر أيضا؟ أوجه كلمتي لكل من يخطط للسفر في المرحلة القادمة، نتمنى لكم رحلة سعيدة والسفر موفق إن شاء الله، لكن مع التأكد باتخاذ المسؤولية الذاتية للمسافر في التقيد بالإجراءات والاشتراطات الموضوعة من حكومة دبي ومن البلدان الأخرى قبل السفر وبعد الرجوع إلى إمارة دبي إن شاء الله، ونتمنى رحلة سفر سعيدة للجميع. شكرا جزيلا الأستاذة أمينة مال الله غانم، أخصائي تثقيف صحي في قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير. يعطيكم العافية. الله يعافيك. مستمعينا الأعزاء بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل عندنا الحديث عن برنامج الإقامة للأطباء في هيئة الصحة بدبي، وبتكون معانا الدكتورة وديعة محمد شريف نائب مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي. خلكم معانا مستمعينا الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا من خلال هذا البرنامج نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعين الأعزاء للحديث عن برنامج الإقامة للأطباء بهيئة الصحة بدبي معنا الدكتورة وديعة محمد شريف نائب مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي. دكتورة وديعة صباح الخير. صباحكم خير وسعادة، حياكم الله. الله يحييك دكتورة وديعة، نحن دائما الحقيقة يعني فخورين ونشكركم جزيل الشكر والتقدير على مبادراتكم وبرامجكم الحقيقة المتنوعة والمختلفة اللي دائما يعني تعلنون عنها بشكل مستمر في هيئة الصحة بدبي. قبل أسبوعين دكتورة يعني كان عندكم برنامج فتح باب التسجيل للطلبة الثانوية العامة للالتحاق بالبرامج المختلفة، وبعد أسبوع أتوقع كان أيضا فتح باب التسجيل للأطباء في برنامج الزمالة، واليوم ما شاء الله عندنا الحديث معاك عن الإقامة للأطباء. لو تعطينا دكتورة بس انطباعك بخصوص برنامج التسجيل كيف كان مع الفئات المختلفة، وبعدين بناخذ إن شاء الله معاك الحوار عن موضوع الإقامات للأطباء في هيئة الصحة بدبي. نعم إن شاء الله. بداية احنا نحب بعد نشكركم إدارة التعليم الطبي والأبحاث، انا اتحدثون القصة صراحة في اكثر من مرة انا نعرض برامجنا المختلفة لاكبر شريحة المجتمع. طبعا احنا الشرائح الموجودة عندنا هي فئات مخصصة، يمكن التعليم الطبي قد يعد جزء متخصص في المجال الطبي المهني، لكن عبر منصاتكم احنا وصلنا لاكبر عدد مثل ما تفضلت. احنا يمكن كان عندنا برنامج طبي علوم فترة الماضية، وحين ان شاء الله يعني في المرحلة الأخيرة من يعني نفرز الأوراق فيها وراح إن شاء الله نخبرهم بالنتائج قريب. كذلك برامج الزمالة اللي احنا لأول مرة فتحناها لخارج الهيئة الصحة دبي لأطباء اللي هم أوريدي متخصصين في البرامج التخصصية وحابين يستكملون دراستهم ما فوق التخصصية. واليوم راح نعمل نتكلم عن برنامج دبي التدريبي للتخصصات الطبية اللي هي برامج الإقامة.
بالعاده يعني يمكن لو يعني نشرح الطريقه شويه تكون يعني سهله اكثر للمجتمع. بالعاده لو كان الاطباء يخلصون بكالوريوس طب وجراحه وبعدها سنه الامتياز، معظم الاطباء يعني يمكن على زمننا احنا كنا يبتعثون خارج الدوله للتخصصات المختلفه، وطبعا خارج الدوله مثل يعني كانت اوروبا وامريكا وكندا وكذلك الدول الاسيويه. لكن اليوم الحمد لله في معظم المنظمات الصحية في الدولة زي ما فيها هيئة الصحة الدولية أتاحت الفرصة أن تفتح برامج تخصصية معتمدة من جهات معتمدة من مثل هالجهات اللي هي نفسها اللي كنا نبتعث لها الطلبة. واليوم عندنا في الهيئة 16 برنامج تدريبي متخصص اللي نسميها احنا برامج الإقامة، وهي معتمدة من جهات عالمية. ومجرد ما الدكتور أو الطبيب يعني خلص التخصص هذا يحصل على شهادة البورد أو ما يعادله يقدر يكمل دراسات العليا حتى لو حب برع الدولة. فبالتالي يعني كان الهدف الأساسي أن طبعا هذا البرنامج هو برنامج دراسات عليا وتم إعداده بهدف أن نطور ونأهل الكوادر المواطنة وغير المواطن حتى المقيمين يعني يقدمون على هذا البرنامج. وبالعادة يكون طبعا خريجين الدراسة الطبية الجامعية والمهنة الطبية المتخصصة. صحيح. أيضا دكتورة طبعا يعني اهتمامكم أنتوا في هذا الجانب يعني التخصصي اليوم هذا طلب يعني المتعاملين وطلب الناس بالتخصصية. كيف يتم دكتورة اختيار التخصصات يعني المطلوبة على أساس أنه يتم فيها يعني التسجيل للطلبة لتكمل دراساتهم العليا في التخصصات المختلفة في هيئة الصحة بدبي؟ احنا في البدايه طبعا احنا ناخذ الترشيحات واللي هم يقدمون عنها عليها الطلبه عبر الحساب الموقع الرسمي لحساب هيئه الصحه الدولي. بعد ما يقدمون عليه طبعا نفرز الاوراق. احنا بالعاده احنا نشوف مع اداره الاستراتيجيه والحوكمه متى الحاجه الفعليه لكل تخصص يعني في المجالات اللي موجوده في المستشفيات المراكز الصحيه الاوليه، متى الحاجه للتخصصيه المهنيه مثل ما تفضلت. ونوسع الارقام والنسب على كل برنامج بهالنسبه. وفي المقابل احنا نشوف معاهم مع الطلبه وحسب الترشيحات اللي توصلنا وطلباتهم ان وين حابين هم يتخصصون، فنحاول نوفر لهم يعني اللي هم التخصصات اللي هم بالعاده حابين يقدمون عليها. طبعا يكون عندهم اختيار اول اختيار ثاني، فبالعاده نحاول كيف ما نقدر يعني نوفيهم اختيارهم الاول لان هم يبدعون في الشيء اللي يحبونه. طبعا احنا وفرنا البرنامج وفر لهم منصه تعليميه متخصصه يعني ويقوم بتدريب وتقييم الاطباء على مدى السنوات التخصصيه اقلها 4 سنوات واكثرها يعني اقصى مده فيها 6 سنوات في بعض البرامج مثل جراحه الاعصاب. وهذه يساعدهم ان يطورون يعني مراحل التدريب فيها ويظهرون كفاءتهم من خلال القطع الممارسة الطب بشكل مستقل إن شاء الله بعد ما يتخرجون يعني مع تطبيق المعايير الدولية بحيث أنه يكون عندهم تقييمات دورية ماشية ويمتحنون في الأخير عشان يحصلون على شهادة البورد. صحيح. طبعا إحنا البرنامج هذا أوردي بعد شيء في أبوظبي وكذلك في وزارة الصحة، والطالب يقدر يقدم على كل الجهات الموجودة في الدولة. بعد مرحلة الفرز هذا يعني بعد ما نسكر باب التسجيل يكون عندنا مقابلات شخصية، وبعدها يكون عندنا يوم اللي هو بالعادة في 21/7 إن شاء الله في السنة يعني بيكون عندنا شيء اسمه برنامج التنسيق. التنسيق هذا عبارة عن أن الثلاث جهات اللي توفر البرامج التخصصية يكتبون على طاولة واحدة ويفرزون كل المرشحين الموجودين ونعطي الأولوية للطالب أنه وين حاب يقدم، مثلا إذا يعني مقدم في أكثر من جهة نعطيه حرية الاختيار يختار وين هو حاب يقدم على البرنامج ويتخصص فيه، فبحيث أن احنا نكون كلنا على يعني صفحة واحدة ونفس الوقت احنا نعطي أكبر عدد فرص أو عدد مقاعد للطلبة أو الأطباء اللي يقدمون على التخصصية. صحيح. أيضا دكتورة وديعة طبعا في هيئة الصحة بدبي وإدارة التعليم المستمر في هيئة الصحة بدبي هناك الكثير من البرامج التي تهدف إلى التعليم المستمر. طبعا دكتورة أنت أيضا يعني من خلال لقائنا معاك في الحلقات السابقة أعلنت عن كثير من البرامج، طبعا هاي البرامج لها مميزات ولها أهمية. ما يهم يعني شو اللي يميز الحقيقة برنامج الإقامة وأهميته عن البرامج الثانية؟ نعم. يمكن الأطباء سابقا كانوا مجرد ما يخلصوا سنة الامتياز احنا يعني اذا اللي مو قادر يبتعد خارج الدولة ويتخصص كان يعني يكمل عقده مع كل الجهات الصحية يشتغل سواء في القطاع الخاص او القطاع الحكومي على شكل طبيب ممارس عام.
لكن مع وجود التخصصية طبعا هذا يعطي ميزات بالنسبة للشخص نفسه بالنسبة للطبيب نفسه، فبالتالي يفتح له آفاق جديدة ويقدر يكمل مسار الأكاديمي الطبي المهني عشان يساوي مهنته بشكل بكفاءة أعلى ومعايير أعلى، فبالتالي حتى يكون عليه طلب عالي وين ما يكون موجود سواء داخل ولا خارج الدولة. وهذا يعني أهله ينتقل من مرحلة الأخصائي إلى أخصائي أول إلى الاستشاري، في حين إن بعدم وجود هالتخصصات الطبية فكان يظل كممارس عام. وكذلك طبعا هذا له أثر كبير على الصحة، مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمجتمع، لأن لما كل ما إحنا يعني نتوجه للتخصصية المهنية وتحت معايير دولية موجودة وتقييمات دورية، فهذا يزيد من كفاءة الطبيب طبعا، ويعني يمارس الطب على شكل إحنا نسميه evidence based، يعني مبني على البراهين والأبحاث وآخر مسجلات في الأبحاث. طبعا الطب اليوم يتجدد يعني بصورة جدا يعني سريعة، فلازم يواكب التطور السريع واللي قاعد يصير مع الأبحاث الطبية، فلازم نكون على دراية كافية. وهذا طبعا احنا هاي جزئيتنا احنا في الإدارة، مسؤوليتنا احنا نتابع معاهم ان مدى كفاءتهم وين وصلوا، واذا في اي نقص محتاجين مثلا ان احنا نزيد عدد ورش العمل اللي موجودة، الدورات التدريبية اللي محتاجين نضيفها، بس عشان نتأكد طبعا ان مدى وصولهم يعني للحرفية ومهارات القيادة طبعا وتوجيه الأكاديمي بالله. صحيح دكتورة وديعة، طبعا مثل هذا النوع من البرامج، برامج التعليم المستمر، طبعا أكيد في يعني رغبة من الكثير الحقيقة للالتحاق بهاي البرامج، فما هي المعايير اللي تم وضعها من قبلكم كلجنة في إدارة التعليم المستمر بهيئة الصحة للالتحاق بهذا البرنامج؟ نعم طبعا احنا بالدرجه الاولى نعتمد في البدايه لما يقدمون عليها عن طريق مثل ما قلنا الموقع الرسمي على درجه المعدل التراكمي اللي هم درجه متخرجوا فيها من كليات الطب، وبعد محتاجين يعني شهادة الامتياز وانا مسوينا عشان يقدرون يلتحقون ببرامج التخصصية. بالإضافة إلى احنا عندنا بعد من الأشياء اللي نستفر فيها، عندنا كدولة امتحان إمري، امتحان موحد كتابي على مستوى الدولة. طبعا هذا يعقد الامتحان في جامعة الإمارات، امتحان أونلاين، وبعدها نعتمد على يعني على درجة الإمري مع المعدل التراكمي مع شهادة الامتياز، بالإضافة لبعض المعايير الأصل اللي هي مثل إن ما يكون عنده فترة كبيرة، يعني ما يكون بعد عن يعني فترة ما من ساعة ما خلصت الامتياز لغاية ما يقدم على البرامج التخصصية بعد سنوات معينة، فما يكون عنده جاب في النص يعني. بعد ما يقدم عليها طبعا مثل ما تفضلت العدد المقبلين ما شاء الله والموجودين يعني كمرشحين عدد أعداد كبيرة، أكثر يفوق العدد عن المقاعد المتوفرة عندنا حاليا في التخصصية. صحيح. لكن لذلك يمكن يفتح لهم باب لما احنا نقول لهم عندنا في الوزارة وعندنا كذلك في الصحة، ولذلك الحمد لله برنامج التنسيق اللي راح يقعد 21/7، فإلا ما يكون عندي أنا مكان مثلا أن حسب التخصصات يعني مثلا فنعرضها على الجهات الصحية الأخرى وكذلك هم بالمثل يعني، فنفرز هالملفات كلها وبعدين نعقد لهم مقابلات شخصية. وطبعا نحب نعلن عن طريق منصتكم أن من الأسبوع القادم إن شاء الله راح نبتدي بالمقابلات الشخصية، وطبعا يديرها بالدرجة الأولى مدراء البرامج التخصصية، ويكون على شكل ستيشن بحيث ان نعطي الطبيب احقيته انه يعني يقدر يبرز نفسه في اكثر من مقابله، فتكون على شكل 4 ستيشن تقريبا. ثم مجرد ما يخلص فناخذ المعدل من المقابلات الشخصيه بالاضافه للمعايير الاخرى، وبعدين ان شاء الله راح نبلغهم عن النتائج ان شاء الله على نهايه الشهر. طبعا يعني جهود كبيره دكتوره وديعه بخصوص البرامج المميزه الحقيقه اللي تقدمونها. لو نتحدث دكتوره معاك عن كيف يمكن التقديم للالتحاق بهذا البرنامج، برنامج الإقامة للأطباء، وأيضا ما هي المدة ممكن أن يتم التقديم لهذا البرنامج؟ نعم، المدة الزمنية سنوية يعني هي تقريبا فيكس ثابتة. المدة احنا أوردي اللي يقدمون عليهم كبداية طبعا بعد ما هم أوردي يخلصون الامتحان الأمري، الامتحان الأمري يفتح باب التسجيل فيه طبعا شهر أكتوبر من السنة اللي قبلها، وتعقدها الجامعة على عدة فترات بحيث يتيح الفرصة لكل المتقدمين أنه يعني يكون عنده أكثر من فرصة يقدم للامتحان. بعدها احنا نفتح هني عندنا في برنامج دبي للتخصصات الطبية في هيئة الصحة بدبي في شهر 3 و4 باب التسجيل. فالحين طبعا باب التسجيل الأولي أوريدي تسكر لأنهم أوريدي كلهم مقدمين، فالحين المرحلة الثانية اللي هي في مرحلة الفرز ولا
مقابلة الشخصية، راح نفتح باب المقابلات من الأسبوع القادم يوم الأحد إن شاء الله. نعم، عندنا دكتورة بس آخر سؤال اللي هي ما هي الفترة الزمنية لإتمام طلب الالتحاق بالبرنامج؟ نعم، الفترة الزمنية مثل ما ذكرنا كانت الفترة الماضية في الامتحان يعني الامتحان الكتابي أوريدي هم كانوا مخلصينه، فتحوا لما فتحنا بالبرنامج كبير تخصصات طبية شهر 3 و4 هم أوريدي مقدمين الطلبات كلها موجودة على الموقع الرسمي وإحنا ناخذها، وجزاهم الله خير سمارت جوفرمنت يعني هم مساعدين بصورة كبيرة في الموضوع، مجرد ما نسحب كل الطلبات تكون موجودة، فبالتالي خلاص يعني نكون إحنا حين خلال هالأسبوع توصلهم الإيميلات كل اللي كانوا اللي فاتوا بال يعني خلينا نقول للمقابلات الشخصية المرشحين للمقابلات الشخصية الأسبوع القادم، لأن يوم الخميس بتوصلهم كل الردود والرسائل عبر البريد الإلكتروني بالإيميل، وإن شاء الله راح يكون معانا في المقابلات الشخصية من الأسبوع القادم بإذن الله. نعم دكتورة وديعة، إذا يعني كلمة أخيرة أو نصيحة تحبين توجهينها الحقيقة بخصوص يعني الأطباء اللي بيتقدمون لبرنامج الإقامة للأطباء في هيئة الصحة بدبي. نعم يمكن هنا أحب أذكر يعني أحب نأكد على موضوع أن محتاجين فعلا كدولة نفكر في التخصصية المهنية الدقيقة. قد يمكن بعض الأطباء في بعض الحالات حاليا هم محتاجين يكون لهم مثلا يعني انترست أو يكون لهم رغبة في بعض التخصصات اللي هي قد تكون إحنا حين كدولة مش محتاجينها بالوضع الحالي، أو كهيئة الصحة مثلا إحنا حين مثلا عندنا كوادر الحمد لله كفاية فيها بعض التخصصات، وساعات نحتاج أن إحنا أوريدي يعني نحول مساراتهم الأكاديمي المهني لبعض التخصصات الفريدة اللي محتاجين فيها عدد أطباء من الجيل الشاب حاليا، فنحب يعني لما نوجههم إن شاء الله يعني يكون عندهم، بس أكيد نفتح لهم آفاق ثانية يعني أكثر من تخصص بحيث إنه ما نلزم تخصص معين. ففعلا إن يعني اللي أحب أخبرهم إياها إن كان نصيحة إن لما نوجههم للتخصصات الدقيقة فعلا تكون هذه في مصلحتهم، ومع الوقت بعدين يشوفون إن فعلا إنهم يعني لهم رغبة كبيرة إن ينجزون في التخصصات اللي لغاية الحين مش واصلة بالصورة الكبيرة أو مش مغطينها كمان طور مش مغطينها ككفاءات موجودة سواء كرم المواطنين ولا المقيمين. نعم دكتورة وديعة الشريف، نعم دكتورة وديعة الشريف مدير إدارة التعليم المستمر بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك وألف مبروك على هاي المبادرات الحقيقة الجميلة والبرامج التعليم المستمر في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. الشكر لكم. مع السلامة. مستمعينا الأعزاء نأخذ هذا الخبر، اكتشاف تفسير للوهم البصري الكلاسيكي اكتشف علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية تفسيرا للأوهام البصرية المبنية على فهم الخلفية. وتفيد أيضا مجلة الفيجن ريسيرش بأن الباحثين اكتشفوا أن تقييم السطوع هو أساس تباين الضوء المتزامن الذي يحدث حتى لحظة وصول المعلومات المرئية إلى القشرة البصرية للدماغ. وقد درس أيضا الباحثون الوثائق الخاصة بمتابعة حالة الأطفال الهنود المكفوفين الذين أعيدت لهم حاسة البصر بمساعدة عمليات جراحية، واتضح أيضا لهم أن المرضى كانوا يدركون تباين الضوء المتزامن فور استعادتهم الرؤية. ويبين أيضا هذا المثال أن أساس هذا التأثير هو نظام عصبي بسيط يمكنه العمل من دون تنغيم مسبق. وأجرى أيضا الباحثون سلسلة تجارب لتقييم السطوع مبنية على حقيقة أن الدماغ عند استقبال صورة مركبة من العينين يفقد إمكانية تحديد أي عين هي مصدر المعلومات المستلمة، ولكن باستخدام صور السطوح المتوازي ذات الأوجه الرمادية المتدرجة المصممة خصيصا لهذه العملية اكتشف الباحثون بأنه لا حاجة لانتظار دمج المعلومات من العينين، لأنه وفقا للفرضية تجري عملية التقييم في شبكة العين. مستمعين الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن هذه الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة،
وهذا هو مستمعين الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وفي النهاية أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذة نور نزال، وفي التنسيق والمتابعة أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، إلى أن ألتقي معكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.